يقول: هل من يذهب إلى قبر ويطلب منه شيئا ولكن يعتقد أن الله هو الرازق، فهل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ نعم، طلب من الميت هذا شرك أكبر، شرك أكبر. ولو كان في قلبه يعتقد أن الله هو الرازق، لماذا إذن؟ إذا اعتقد أن الله هو الرازق لماذا يدعو غيره، يدعو الميت؟ نعم، أي تناقض، هذا تناقض. نعم.